وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ضيفي الكريم بعد التحية، يعني مصر دعت إسرائيل للابتعاد عن سياسة حافة الهاوية والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة. في رأيك إلى أي مدى ستصل هذه الجهود الدبلوماسية في إطار التوصل إلى هدنة في إطار التطورات الأخيرة، وأتحدث هنا عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية؟ يعني الجهود المصرية متواصلة لخفض التصعيد والتوصل إلى تهدئة تضمن إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ربما قد وصلت بالفعل إلى حافة الهاوية، ولكنها من منظور آخر ربما تكون عملية تصعيدية تفاوضية في المقام الأول، تهدف إسرائيل من ورائها إلى تحسين شروط التفاوض مع حركة حماس. قدمت حركة حماس بالأمس موافقتها على المقترح المصري لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى. أرادت إسرائيل أن تضغط أكثر من ذلك على حركة حماس وأن تقوم من خلال عملياتها العسكرية في شرق رفح أن تقدم حركة حماس تنازلات أكثر. لذلك من المتوقع خلال جولة المباحثات التي تستضيفها القاهرة اليوم، والتي أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي بالأمس أنه سيقدم وفدا للمشاركة فيها، أن يقدم هذا الوفد ربما تعديلات على المقترح الذي أو على الموافقة التي قدمتها حركة حماس على المقترح المصري. ربما تكون هذه التعديلات جوهرية بعض الشيء، ولكن هنا تظهر الجهود المصرية والمفاوض المصري في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة وأن مصر قد حذرت إسرائيل من مغبة وتداعيات استمرار عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتدرك الأطراف كافة أن ذلك سيكون له تداعيات وخيمة على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني فضلا عن المستوى الإنساني. نعم، يعني تقصد أن هذا التحرك تحرك تكتيكي في سبيل الحصول على مزيد من التنازلات من حركة حماس، ولكن نظرا للوضع الراهن هناك أزمة في رفح الفلسطينية بعد استيلاء قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ما مدى تأثير ذلك على المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى أهالينا في غزة؟ بالأمس خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد نتنياهو لبايدن بأن يجري أو بأن يتم فتح معبر كرم أبو سالم بعدما تم إغلاقه إثر الهجوم حركة حماس على منطقة عسكرية في منطقة كرم أبو سالم، بأن يجري فتح معبر كرم أبو سالم لتقديم المساعدات. إلا أن الاستمرار العمليات العسكرية في رفح وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر مع تعرض منطقة كرم أبو سالم اليوم أيضا لهجمات صاروخية من جانب كتائب القسام، ربما تعرض إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم للخطر. ستأخذ إسرائيل ذلك بمحمل كأنه ذريعة لاستمرار غلق المعبر مع استمرار غلق معبر رفح، مما يعرض المدنيين في فلسطين إلى تداعيات كارثية على المستوى الإنساني. إذا رأينا الأسابيع الماضية رأينا انفراجة كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بجهود مصرية خالصة، ولكن هذه المساعدات على الرغم من تزايد عدد الشاحنات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة إلا أنها لا تزال لا تكفي احتياجات المواطنين الفلسطينيين في القطاع، وبالتالي مع غلق المعبرين الرئيسين اللذين كانت تدخلهم منهما مصر المساعدات، فإن الأمر سيكون يعني ينذر بخسائر فادحة في صفوف المدنيين عوضا عن الخسائر الموجودة في صفوف الجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية في رفح. نعم، ضيفي الكريم الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لهذه المداخلة.